السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. حياك الله شيخنا. وحياك الله يحفظكم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. هذا أخوك سعيد عشرة من المغرب. تفضل يا أخ سعيد مرحبا. سؤالي حول زكاة زيت الزيتون. يعني عندما يريد الشخص أن يخرج الزكاة هل يزيل يعني المصاريف يعني أجور العمال وما ترتب عليها من الصفا وثمن المطحنة أم كل ذلك؟ هذا رأي ابن عمر وابن عباس، خصم التكاليف قبل إخراج الزكاة. خصم التكاليف؟ أيوة نعم، ده رأي ابن عباس. رأي ابن عباس وابن عمر. جزاك الله خير.